أصدقائي الحلوين، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة فكرته بسيطة جدا ومفيهاش شغل كتير. لأن عايزين نعمل حامل المناديل، بس طبعا بطريقة عصرية وعلى الموضة ويكون شكله شيك. فهنشتري حاجات اللي هي الفخار ديت بالشكل دوت، وهنشتري الغطيان اللي هي بتبقى عبارة عن غطيان كده خشب. دي بتتباع لوحديها ودي بتتباع لوحديها، فاحنا هنظبطهم مع بعض علشان يطلعوا معانا الشكل النهائي. هيبقى كده عبارة عن حاجة كده نحط فيها المناديل بشكل طبعا شكل جميل وعصري. ممكن تحطيه بقى في ترابيزة الأنتريه، على السفرة، في الركنة، بيديكي شكل جمالي. وطبعا بفكرة بسيطة جدا وسهلة. هنبدأ طبعا نجيب الغطا الخشب اللي احنا اشتريناه، طبعا هنا كده بنرش عشان ده اللي هنطلع منه المناديل. فممكن تعمليه بالشنيور لو عندك شنيور، او ممكن لو ما عندكيش شنيور ممكن بقى تجيبي زي الشاكوش بتاعك وطبعا مسمار، وتبدأي كده تخرمي كده ويظبطي من النص كده على قد الفتحة اللي انت عايزاها. الفكرة بسيطة جدا وسهلة. وبعد كده هنجيب علبة المناديل بتاعتنا ونفضيها جوه البولة بتاعتنا ديت، او الازازة او البطرمان بتاعنا دوت. هي كده عبارة عن حاجات فخار كده بتتباع جاهزة. طبعا بتختاري بقى الشكل اللي انت عايزاه او اللي يناسب معاكي في الديكورات بتاعتك. بس هنحط الغطا كمان اللي احنا عملناه وفتحناه من النص ونطلع منه المناديل. طلعت معانا بتاعت المناديل التحفة دي، شكلها شيك جدا وكيوت وعصرية وعلى الموضة، وعملناها بفكرة بسيطة جدا. ويا رب الفكرة تكون نالت إعجابك، وأشوفك المرة الجاية في فيديو جديد وأفكار جديدة.